السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعار الأسماك اليوم في سوق العبور 22/6/2022، تراجع سعر كيلو السمك البلطي ل6 جنيهات ليتراوح ما بين 31 جنيه و37 جنيه. أما كيلو المكرونة السويسي ارتفع 10 جنيهات ليتراوح ما بين 70 جنيه و80 جنيه. أما سعر كيلو الكابوريا سجل برضو صعد 10 جنيهات ليتراوح ما بين 18 و60 جنيه. أما سعر الجمبري زاد 35 جنيه يتراوح ما بين 90 و190 جنيه. وقفز سعر كيلو البوري من 10 جنيهات يتراوح ما بين 76 جنيه إلى 86 جنيه. وسعر كيلو الفيليه سجل من 30 ل160 جنيه. واستقر كيلو الصبيط والكاليماري تراوح ما بين 120 جنيه إلى 200 جنيه. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.